شو عم تعمل؟ وليش معدي الراديو هلأ؟ عم نبش على شغل. شغل شو؟ شغل أمي لواحد مخرج من الجامعة ومعه شهادة غير عطف العنب. لك يا أمي، وين بدك تلاقي شغل على الكمبيوتر؟ ليه ما بتشوف عمك طعان؟ بكي بيعرف حدا، بده حدا أو شي، مش أحسن هيك؟ أمي عم نبش شغل ببيروت مش بالبقاعة. بدك تنزل على بيروت؟ إيه، هون ما في مستقبل، بدي الحق مستقبلي، أنا عندي كتير طموحات وأكبر من هيك، ما رح ضلني كل حياتي أقطف عنب بالضيعة. ومين قال لك إنه كل حياتك رح تقطف عنب؟ يا أمي، شغل الكروم موسمي، أنا قصدي إنه وين بدك تنزل على بيروت؟ لا بتعرف حدا، وين بدك تلاقي شغل هونيك؟ مؤسسة الحريري ببيروت عم بوصفه. مؤسسة الحريري؟ ليه مؤسسة الحريري يعني؟ قلت لك عم بوصفه، رح ابعث له السيفي على الإنترنت. يا أمي، مؤسسة الحريري فرد مرة، والله ما يسمعك بيك. على كل حال، هودي ما بيوصفوا إلا جماعته، وأنت بتعرف. مش خسران شي، بجرب. ليك يا أمي، ليه ما بتخليني أحكي لك مع السيد قاسم؟ بركي الحزب بلاقي لك وظيفة عندهم ببيروت. ما بدي أشتغل مع الحزب. عندك مشكلة مع الحزب، بس ما عندك مشكلة مع الحريري. والله ما يسمعوك عمومتك وبيك ليقتلوك. أنا كل هدفي من مؤسسة الحريري إنه بصير عندي فرصة آخذ منحة من عندهم، وهيك فيي سافر أعمل ماجستير برا. رجعنا لموال الهجرة. مش مهاجر، ظاهر اتعلم برا. كلهم بيقولوا هيك وما بيرجعوا. ليش فكرك كلهم بياخذوا هالقرار؟ يا ربي دخيلك. روقي أمي بشرفك بلا بكي، أساسا ما لقيت شي لتبكي، ويمكن ما حدا يرد علي خبر وضلني هون كل حياتي أقطف عنب. ليك أمي، احكي مع بيك، أنا ما بعرف شو بدي أقول لك، احكي مع بيك عمان معروف.